من ذكر وعد نقع فاللواه بدا في المحاجر ما في الجوى أم القلب في أدمع العين سال غدا تتذكرت يوم النوى وصحبا رعوا في رياض الجنان وصرف الزمان بهم مرعوا حنانيك خفض عداك الحجا فما هام ذو مرة فاستوى إلى متهيم بواد الداد وما الحب إلا اتباع الهوى هل الحزن إلا على معشر بنوا طنب المجد في نينوى لقد طاولت في العلو الشداد غدا ابن فاطم فيها ثوى دعاه إلى القدس رب العلا فخر صريعا كنجم هوى فأين ابن طه فأين ابن طه يا هذا الشاعر يمثلها بين موقف الحسين وبين موقف موسى عليهما السلام موسى لما دنا من الجبل هذا يريد يقول هالشكل هو موسى في المناجات لما دنا من الطور ومالت عليه النار فر هاربا أما الحسين عليه السلام فلما دنا من سيوف آل أمية ومالت عليه الجموع نادى إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتلي يا سيوف خذيني أيضا لما فقد الأحبة وبقي وحيدا فريدا بين الأعداء يلتفت يمنة ويسرا لا يجد ناصرا ولا معينا نادى مخاطبا ربه وجعل ذلك الجواد طورا للمناجات نشوف المناجات مناجات موسى مناجات الحسين وهذا شهر المناجات شهر رمضان شهر المناجات بالدعاء يعني انتوا اذا قاعدين هنا لازم ايضا تسمعون هذه المناجات فان سماعها عبادة نفس السماع والحضور والكون في المكان حتى لو ما تابع هي عبادة نفس السعي لها عبادة يقول الحسين لما استعمل جواده طورا للمناجات ماذا قال يا شيخ الشيخ الششتري رحمه الله في الخصائص يقول لما استعمل الجواد طورا نادى تركت الخلق طرا في هواكاه
وأيتمت العيال تركت الخير وهيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب يربا لما مال الفؤاد إلى سواك فداك ذبائح حتى الجنين فداء كل جنين كان دين محمد. وهذا البيت تحفظه انت لم يستقيم الا بقتلي يا سيوف خذيني واستقر يا دين جدي وبشوطيب وانا الذي بشفيك من هالمرض والطيب وشعلتك يا دين جدي والاماجيد قال لي ابو السجاد بشكيلك من يزيد قال لي انا عندي دوا الحج اسمك يفيد انا ذخرني لك مكون عالم لكن باي الدوا يحسين بتعالج الجسم ترى علتي صعبه يا ابو الشيمه وسقمي قال لي بعالج علتك من فيض دمي ذبحيل الاسلام الك ابدا موعد قال لي انا خاف ذبحك يا الولي يهدم اركاني وابقى بلي يكفي الحاير في زماني قال لي انا بذبحي بشيد لك مباني وكلمة اللي في منظام عندي ابد ما يخيل ذبحي وذبح اهلي وشباني والبدور لازم اسوي لك اسم بالدهر مشهور اخلي الخلق تبكي المصيبة يوم